السلام عليكم، حياكم الله حبايبي، حياكم الله وياكم وسام جيمز. ومثل ما تعرفون كل شيء جديد على بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 وياكم راح اكون. تحياتي لكل حبايبي، ذاك شيء جديد خلي سبسكرايب حتى يوصلك كل شيء جديد. طبعا العاب هذا الشهر راح تكون العاب اسطوريه، هو شهر يونيو. طبعا حتكون الالعاب تواجده اللي هو ب 7 يونيو. 7 يونيو تكون كل الالعاب بلس موجوده للتحميل. خلينا نشوف شنو الالعاب. وأول لعبة راح تكون هي God of War، لعبة خرافية أسطورية. طبعا كنا نعرف أسطورة God of War وسلسلة God of War من آلهة، من كل شيء، من قوة، من سحر، من حرب، من قتال، من قصة. لعبة خرافية أسطورية، واستديوهات بلاي ستيشن تعرفون حصريات سوني، راح تكون موجودة 7/6 بهذا الشهر. بلاي ستيشن بلس وكل من يملك بلاي ستيشن بلس راح يقدر يحمل هاي اللعبة ويقدر يلعبها أو كاملة. طبعا اللعبة خرافية، بين قصة كل شيء بها. أو تعرفون هنا الطفل ابن كريتوس، هو يفقد أمه بهذا الجزء، والقصة تكون حلوة ورهيبة. طبعا واللي شافني قبل كنت ألعبها بأي يوم اللي نزلت، من أول ما نزلت اللعبة حيعرف شنو هاي اللعبة. طبعا إن شاء الله 7/6 راح تكون هاي اللعبة متوفرة بالألعاب البلس من باقي الألعاب اللي موجودة لهذا الشهر. طبعا خلينا نشوف الألعاب اليوم هذا الشهر، ألعاب تبشر بالخير. خلينا نكمل ونشوف باقي الألعاب شنو هي. تعالوا وراي، ليتس جو. أما نجي للألعاب اليابانية والخرافية والساموراي، طبعا هي مثل ما تعرفون ناروتو تو بوروتو شينوبي سترايكر. طبعا لعبة خرافية، نينجا أسطورية، طبعا وبها عدة شخصيات وألعاب حلوة ولعبة سريعة، طبعا وجرافيك سريع. وهنا طبعا أنت تقدر تلعب ويا مجموعتك وتسوي حرب ويا ناس ثانيين أونلاين مثل ما تعرفون. طبعا لعبة بها وشخصيات وحركات ونينجا كلها وكوشو ملاكاتا وهلا بلا 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 بلا. طبعا لعبة كلنا نعرفها شنو هي، واني ما اعرفها. طبعا انت تعرفوها، انا ما اعرفها لان انا ما لعب هاي اللعبه قبل. وطبعا عندي اللعبه من زمان وما لعبها ابدا ولا مجربها ولا مر. فاتمنى من الله انه شو قولوا لي بالكومنت شنو يعجبكم بهاي الالعاب وشنو رايكم بهاي الالعاب. لازم اشوف شنو رايكم بهذا الفيديو. خلينا نشوف اللعبه الثالثه. Are you ready؟ أما اللعبة الثالثة والأخيرة هي راح تكون لعبة سبونج بوب نوردن أول ستار براو. طبعا لعبة أونلاين وتقدر تسوي قتال، طبعا 2 ضد 2، وتقدر تسوي اللعبة وعندك شخصيات هواية هنا، وتقدر تسوي لها أنلوك. طبعا بعد ما تصير ليفل 20 راح تفتح لك هواية شخصيات، وحتى هنا موجودة شخصيات اللي هي جاية من زلعف النينجا. طبعا اللي يحب سبونج بوب ومهم يعجبين سبونج بوب راح تعجبه اللعبة، لأن اللعبة حلوة قتالية نزالات. طبعا 2 ضد 2 تقدر تسوي اللعبة، تقدر تسوي ويا اصدقائك او تسوي ويا ناس انت ما تعرفهم. مثل ما تشوف هنا الشخصيات الموجودة باللعبة شخصيات اسطورية وشخصيات معروفة على نطاق الكرتون والانيميشن. فلعبة حلوة ومسلية وجماعية اللعبة. هاي الالعاب راح تكون هذا الشهر، راح تكون موجودة 7/6 ان شاء الله. وترقبوا هاي الالعاب راح تكون بالبلاي ستيشن بلس، تقدرون تسوي لها داونلود تنزيل. طبعا واريد تحطوا لي بالكومنت شنو رايكم بهذا الالعاب لهذا الشهر حتى نعرف شنو رايكم، لان رايكم هو الاول والاخير. كل واحد لفه مال الفلافل. تحياتي لكل حبايب ومشكورين على دعمكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانية. مع السلامة.